فهناك تعب أو عياء يتعلق بنشاط الجسم، هناك تعب يعني لا يمكن أن نحصر هذه في حلقة بعد، يعني طويل جدا، لأن هناك أشياء عرضية، أشياء تتعلق أشياء عرض مرض، يعني أشياء تتعلق بنقص بعض الأملاح المعدنية أو بظهور بعض الأشياء مثلا فيزيولوجية مثل الهرمونات مثل الغدة الدرقية، يعني أشياء يعني تتعلق عرضية. نعم هذه عرضية. نعم. وكين أشياء هي تأتي من الحضارة، يعني تأتي من نمط العيش، أن الناس لا يتحركون، أن الناس فأولا العياء الذي سنتكلم عنه هو اللي حاصل لجميع الناس، والعياء الذي يأتي من التسمم الكيماوي. الكل يشكو التسمم الكيماوي، يعني شوف لما ينهض الشخص في الصباح يستيقظ ويجد صعوبة في النهوض في الوقوف، فهذا دليل على أنه يعني أخذ سموم في اليوم الذي قبله، لأن لما ينام هذه الدورة النبوية تكون هادئة، ثم هذه السموم تتجمع في الشحوم، يعني في الخلايا الدهنية تتجمع في الشحوم، خصوص الشحوم اللي حول البطن يعني وحول الحزام، هذه السموم وربما يحس بوخز في العضلات، هذه المعادن الثقيلة مثل الرصاص مثل الزئبق والكادميوم ومثل يعني الألمنيوم، وكذلك تسممات أخرى تأتي من بعض المواد الكيماوية التي تذهب إلى العضلات، منها البلاستيك. من البلاستيك كذلك، أن البلاستيك يدخل في الجسم سانكوربور، كيدخل في الجسم البلاستيك، يعني كيولي مع النسيج ديال الجسم، هذا هو اللي ما كيعرفوش الناس. نعم. ثم هذا العياء من الآن اللي نتكلم عنه اللي حاصل اللي أكيد هو عياء تسممات ما نستنشقه. شوف مثلا في البادية النساء كيحسوا بالعياء ولكن قليل، ماشي بحال النساء في المدينة، رغم أن النساء في البادية كيخدم يعملنا طول النهار، ولكن في المدينة النساء يعني عمل بسيط جدا، كيف معي، والعمل ستريس، يعني عمل ديال إرهاق متعب. عصبي، إرهاق عصبي، يعني هذا التعب العصبي. نعم. العصبي. هذه. فهنا في المدينة لأن النساء يستنشقن طول النهار هواء السيارات، يعني دخان ملوث. السيارات في الهواء، يعني دخان السيارات، دخان آلات الطبع، والدودة. دخان آلات النسخ، الضوضاء، يعني الغازات المنبعثة من بعض المصانيع، الغازات المنبعثة مثلا من آلات التبريد، الغازات المنبعثة من الطلاء، الغازات المنبعثة حتى من الكوزميتيك، من هذه الأشياء التي تستعملها النساء مثلا للتزيين، الغازات المنبعثة من التياب، بعد التياب سانتيتيك، تياب مصنعة كيماويا، غازات منبعثة من البلاستيك، غازات منبعثة من كل شيء، يعني مشكل كبير. فهذه الاستنشاق، هذه الروائح التي تشتمل على غازات سامة وعلى مكونات سامة من الديوكسينات ومن الرصاص ومن الكبريت، تسبب لنا التعب. نعم. هذه تسبب تبع ترهق الجسم. فهذا هنا تسمم كيماوي. كين التعب الثاني هو الإرهاق العصبي، خصوص النساء الآن كيكونوا يعني نسميه بالأنجليزية سوبر وومن، يعني هي تعمل طول النهار ثم في المنزل كذلك تكمل العمل، فهذه السيدة غادي يكون عندها أكيد سيكون لديها نقص في المغنيسيوم مثلا، مشكل كبير. نعم. نعم. إذا كان نقص في المغنيسيوم كيكون تعب عصبي ينعكس على تعب عضلي، يعني تولي قوة الشخص تنهار، يعني المغنيسيوم غير بين قوسين دكتور. زميلة فاطمة حامي تشير لمراء الزجاج بأنها تعاني من هذا. نعم. من نقص في المغنيسيوم. نعم. وهي تركز، هي تعمل في الإذاعة وهي تركز. نعم. هي تركز طول النهار، والاستوديوهات يعني الناس اللي كيقضيو فيهم ساعة ولا حاجة في اليوم ماشي مشكل، ولكن اللي كتقضي الوقت ديالها في الاستوديوهات لمدة طويلة كيكون هذاك الجو ستاتيك، الجو لا يتحرك لا يتغير، لأن خاص تكون ليزولاسيون طبعا. فهاد الناس هادو لا يستنشقون هواء يعني نقي، ماشي نقي، لا بهواء يعني كافي للجسم أولا. نعم. كافي يخرجوا للبلكونات ولا يخرجوا للنافذة ولا حاجة يتحركوا ويرجعوا أكسجين، ياخذوا أكسجين ويرجعوا للعمل، ما فيها أي في أي مشكل. هذا من يعني نقص الأملاح المعدنية مثل المنغنيز ومثل المغنيسيوم ومثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك. يعني الأطباء الآن ملي كيشوفوا الشخص عنده ضعف جسماني وعنده تعب يذهبون إلى الحديد مباشرة، خصوص الأطفال الصغار، ملي كيكون الطفل مرتخي وما يقدرش على حاجة عنده نقص في الحديد، لأن الحديد هو العظام، ولأن الحديد هو الدم، ولأن الحديد هو العضلات. نعم. لأن الحديد موجود في عضلات يعني في العضلات، يعني خلايا العضلات، وموجود في خلايا الدماء وموجود في العظام، يعني لهذا نقص في الحديد يعطيه هذه. ثم لا ينتبهون أطباء، لا ينتبهون لمشكل الزنك. قناة نصائح وإرشادات مجانية.
المشكل الزنك يقدر يخلي الإنسان يحس بعياء أكثر من الحديد. هذه رغم أن الجسم لا يحتاج حديد ولا زنك بكثرة، يعني قليل من الزنك، يعني 5 ميلي جرام مش حاجة كثيرة، ممكن يلقاها في الحبوب في النشويات في أي شيء هذه. ولكن الزنك يكون ناقص، ولما يكون عرض، لما يكون الشخص مريض يكون عنده عرض، لا بأس يخض في واحد المدة قصيرة مانيزيوم ولا زنك ولا حديد، لا بأس، يعني هو مش ضروري ولكن ممكن، ولكن فترة محدودة فقط، فترة محدودة. أظن أن المانيزيوم ممكن ياخذ الشخص، لكن الحديد ربما يكون واحد الكميه كبيره، وهذه كميه الحديد لان الحديد يعني مؤكسد قوي، وهو الى كان بكثره في الجسم يسبب سرطان، هو من مسببات السرطان اذا تعدى الحد الذي يحتاجه الجسم، يعني قليل من يعلى. نعم الحديد هو يسبب سرطان، يعني مؤكسد قوي، ولذلك الناس اللي عندهم مثلا التهاب الكبد بي او سي الهيباتيتس، هادو لازم ما ياكلوش المواد اللي غنيه باللحوم مثل بالحديد مثل اللحوم، ولا حتى الدقيق المدعم بالحديد. لازم اجيبه هذا اللي يعني تكلمنا مثلا على التسمم، يعني بالغازات ما نستنشقه ما ناكله، المضافات الغذائيه، الناس اللي كياكلوا المقلي، اللي كيطيبوا في الالومنيوم، اللي كياكلوا في البلاستيك، هذه كلها تسممات تخلي الشخص يحس بوخز في العضلات، يحس بارتخاء، بدوران، بعياء شديد، لا يقدر على الوقوف، خصوصا في الصباح لما ينهض لما يستيقظ لا يقدر على الوقوف. هذه تبين حاله التسمم. اذا بقي الشخص على هذا التعب احساس به، سيكون لديه من بعد واحد البشره شاحبه، الوجه سيكون له تساقط شعر، سيكون له تشقق الأظافر، سيكون له هشاشة العظام، سيكون له أشياء التي ستنعكس حتى المناعة، يعني تقل وتنخفض. هذه هذه أشياء يعني تسممات، يا غازات يا أملاء، يعني معادن ثقيلة مثل الرصاص، مثل الزئبق، مثل يعني الكادميوم، مثل الألمنيوم، هذه أشياء التي نطبخ فيها والتي نعلب فيها التي نأكل التي تتصل بالأغذية. المبيدات كذلك، المبيدات هي يعني يحس الشخص بتعب مش شديد، يحس بتعب لا يقدر حتى على الكلام، لا يقدر على الكلام، يعني تحدث توتر عصبي خلل، وتحدث كذلك تعب في الجسم. هذه الكيماويات، التسمم الكيماوي هو اللي يخلي هذا الإحساس بالتعب وهذا يعني الإرهاق، ضعف القوة عند الشخص. ثم الثاني اللي تكلم عليه نقص الأملاح والفيتامينات مثل الفيتامين سي والفيتامين بي، لأن الفيتامين سي يعطي قوة للجسم، الأشخاص اللي كيتناولوا فيتامين سي بكثرة ما كيحسوش بالعياء، والفيتامينات بي كلها يعني من بي واحد حتى البي 12، يعني من هذه البيوتين، من التيامين، من الريبوفلافين، ومنها يعني حمض الفوليك، هذه كلها هي البونتوتينيك والبيريدوكسين، هذه كلها المكونات ديال الفيتامين بي كلها يعني طونيفيه، هذه كلها تعطي قوه للجسم. اللي كيكون نقص في الفيتامين بي والفيتامين سي كيحس الشخص بضعف يعني شديد، ولكن يبقى الزنك والحديد والكالسيوم اللي كتنخفض الفيتامين دي عند النساء لا تقدر على الوقوف، يعني لا انخفض الفيتامين دي المراه لا تقدر على شيء. ومع الاسف الشديد النساء، جل النساء، انا اقول اكثر من 90 ليس في المغرب فقط ولكن خصوصا في الدول اللي عندها نمط العيش نقص. تحول في نمط العيش كله عندها نقص في فيتامين دي. الناس اللي عندهم الحساسيه لهذو الذبذبات يعني المغناطيس، هذو زوند الكترومغناطيك، هذو مشكل فيتامين دي. كيف ما كان الحال هناك تسممات اخرى على شكل ذبذبات، يعني زوند، يعني على الهاتف النقال، الواي فاي، الايفون، يعني السمارت فون، هذه كلها اشياء يعني تضعف الجسم. لماذا؟ لان هذا الفيزيولوجيا الجسم تتعرض لهذه الاشياء، المراحل يعني على مراحل ديال التعب. قناه نصائح وارشاد.